Bonjour, je vais vous présenter مرحبا quelques faits سأحدثكم اليوم عن بعض السمات البارزة التي تميز أهداف التنمية المستدامة في التاريخ الطويل للتنمية سأميز بين ثلاث سمات وهي فرصة لرفع بعض حالات سوء الفهم سوء الفهم الأول يكمن بالقول بأن أهداف التنمية المستدامة هي الاستمرارية المنطقية للأهداف الإنمائية للألفية التي تم اعتمادها في عام 2000 من ناحية التسلسل الزمني هذا صحيح حيث أن أهداف التنمية الأهداف الإنمائية للألفية تغطي الفترة من 2000 إلى 2015 والأهداف في التنمية المستدامة من 2015 إلى 2030 ولكن في المضمون هذا خطأ حيث أن أهداف التنمية المستدامة لم يتم التفاوض بشأنها بل تم اقتراحها من قبل الوكالات الإنمائية بناء على وثيقة فنية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي تحدد صورة إذن فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية الألفية كانت على صورة الحالة المبتغاة في الجنوب وهي رؤية أبوية غير موجودة في الأهداف أهداف التنمية المستدامة هذه الأهداف تم التفاوض بشأنها بصورة واسعة من خلال انخراط المجتمع المدني والخبراء من الشمال والجنوب ولذلك فإن هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة هي تحظى بمشروعية أكبر لا يمكن مقارنتها بالأهداف السابقة وبالتالي فيما يتعلق بهذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة تم اقتراحها من قبل البلدان النامية بحد ذاتها إذن إن مسؤولين في وزارة الخارجية من كولومبيا وبدعم من غواتيمالا وبعد ذلك البيرو وبوتان والمكسيك إذن هذه البلدان واعتبارا من عام 2011 فرضت هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة هذه البلدان تتسم بخاصية أنها ذات دخل متوسط ليست غنية ولا فقيرة هي في الواقع غنية وفقيرة في آن هي بلدان غنية مع مشاكل الفقراء وبلدان فقيرة مع مشاكل الأغنياء وبالتالي في مجال الصحة والفقر وهناك أيضا مسائل تتعلق بالوصول إلى الصحة الأساسية الموجودة في البلدان ذات الدخل المنخفض وهناك أيضا مشاكل وأمراض كالسرطان والأمراض القلبية الوعائية الموجودة في البلدان الغنية وبالتالي هم لا يحصلون على تمويلات البلدان الغنية ولا على المعونات الرسمية الإنمائية التي يحصل عليها البلدان تحصل عليها البلدان النامية أولا نريد أن نؤكد بأن المبادرة السياسية هي مهمة جدا من بلدان دون أن تكون بلدان ناشئة أو بين القوى العظمى بلدان هكذا تستطيع أن تفرض أجندة للتنمية وهذا أمر جديد من ناحية أخرى هذا يذكرنا بأن هناك طبقة وسطى ناشئة في معظم البلدان في العالم التي تتمتع بدخل متوسط وبالتالي هذا يشكل نداء إلى إعادة النظر في التعاون الدولي كل ذلك يشكل سمة جديدة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة السمة الثانية البارزة وإن مؤشرات وإن هذه الأهداف بكل المؤشرات والأهداف هي ترسم مشروعا سياسيا وهي تحمل رؤية للعيش المشترك هذه الرؤية هي ربما تشيد بنوع ما بالقيم الأوروبية ومن أجل حمل هذه البلدان التي ذكرتها وبمساعدة من البلدان الأوروبية وببلدان أخرى هذه البلدان حملت هذه الفكرة فكرة التعاون الدولي القائم على القانون والمساواة بين الرجال والنساء والديمقراطية والحوكمة الرشيدة وبالتالي هذه التأكيد لم يكن سهلا كانت هناك نضالات سياسية للوصول إلى هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة بين آراء مختلفة في التنمية في نهاية المطاف تم التأكيد على المساواة بين الرجال والنساء من ضمن هذه الأهداف وأيضا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وتكافؤ الفرص والحصول على الصحة والتعليم ومن أجل تقليص أيضا التفاوت في الدخل الداخلي الذي تم إقصاؤه في الأهداف الإنمائية للألفية بطلب من الصين والولايات المتحدة الأمريكية ضد الطلب المتقدم من أوروبا
وأمريكا اللاتينية ولا سيما البرازيل والنرويج. وفي نهاية المطاف الرؤية الأوروبية واللات أمريكا اللاتينية المتمثلة بمجتمع متساو هي التي فرضت نفسها، وبالتالي هناك مشروع سياسي مهم جدا في هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، ويتجاوز الجداول من المخططات والإحصاءات. إذن كل هذا يفرض واجبات. طبعا هذه الأهداف هي أهداف ذات طابع عالمي، ولكنها تفرض واجبات على بعض البلدان على وجه الخصوص، ولا سيما على البلدان الأوروبية. السمة الثالثة البارزة التي أريد أن أتناولها هي تعتبر تناقضا، وهذا التناقض الذي نجد فيه في اللحظة التي نجد بأنه يتم تناول هذه الأهداف والتي ينبغي لأوروبا أن تحمل هذه الأهداف، نرى بأن أوروبا هي المنطقة الأقل التي تتحدث وتتناول هذه الموضوعات. هناك بعض البلدان تتناول بعض هذه الموضوعات في أجندتها السياسية، ولكن أوروبا هي متأخرة فيما يتعلق بانتهاج واستغلال هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة. لماذا؟ بالنسبة لي هذا الأمر يتعلق بسوء الفهم، حيث هناك فكرة بأن هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، هي أهداف فقط للبلدان الفقيرة نسبيا ولا تعني البلدان الأوروبية. من أجل إقناع الآخرين بعدم صحة هذه الفرضية، نستطيع أن نضع مخططا يبين على محورين لشرح التنمية المستدامة. هذا الأمر صعب، ولكن هذا مخطط بياني يوضح ذلك. إذن على المحور الأفقي المتمثل بمؤشر التنمية البشرية، والذي هو مؤشر تلخيصي يشمل الدخل والتربية إلى آخره، كلما كنا على يمين هذا المحور كلما كان مؤشر التنمية البشرية أعلى. وهناك المحور الشاقولي العمودي فيما ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في هذا البلد، كلما كنا في الأعلى كلما كنا في بلد فقير. وربما نستطيع أن نرمز إلى التنمية المستدامة بهذا المستطيل الموجود في الأسفل على اليمين، حيث نرى البلدان التي نجد فيها مؤشرات التنمية البشرية مرتفعة والبصمة البيولوجية قليلة، ولكن كما نرى هذه الخانة فارغة، ليس فيها أي بلد. منذ قبل 10 سنوات كان هناك بلد في هذا المستطيل. أدعكم تخمنون من هو هذا البلد؟ هو كوبا، ولكن بصمتها الإيكولوجية ارتفعت في السنوات الماضية. ليس هناك أي بلد يسير على مسار التنمية المستدامة، هذا هو العيب. ولكن من جهة أخرى البلدان الأوروبية ليست على المسار، ولكن من شأنها أن تصل إلى هذا المستطيل، وبالتالي أن أهداف التنمية المستدامة تفرض على أوروبا إجراءات ستسمح لأوروبا بالوصول للدخول إلى هذا المستطيل، وهذا المستطيل ليس ببعيد عن أوروبا. وفي الخاتمة أقول بأن أهداف التنمية المستدامة ليست حلما بيروقراطيا أماميا، إنما هو مشروع سياسي تحمله بلدان نامية تدعو إلى التعاون الدولي، وهي تمثل أيضا قيما أوروبية. هؤلاء ناضلوا من أجل أوروبا، من أجل التأكيد على هذه القيم، ومن أجل إيجاد واجبات على أوروبا، ومن أجل الحديث عن هذه الأهداف في أوروبا وخارج أوروبا، وهذه ليست الحال حاليا. إذن الخاتمة النهائية أن القيمة الحقيقية لأهداف التنمية المستدامة هي في الواقع تتمثل فيما نحن فاعلون بها حقا.